وتعلمون أن هناك كانت مستجدات، ومنها بحمد الله تنصيب اللغة الإنجليزية في النظام التربوي الجزائري على مستوى التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الثالثة منه، ونحن الآن في صدد التحضير للمضي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي لتنصيب هذه اللغة في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وسيكون ذلك إن شاء الله ابتداء السنة المقبلة، ليصير النظام التربوي الجزائري في التعليم الابتدائي يدرس اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة والسنة الرابعة، وفي الدخول إن شاء الله 24-25 سنستكمل إجراءات تنصيب هذه اللغة بوصولها إلى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. كذلك تعلمون أنه كانت هناك مجهودات كبيرة وكبيرة جدا تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، وهي التكفل بتخفيف وزن المحفظة، وكانت هناك إجراءات يعلمها العام والخاص، يبدو لي وفي تقديري أنها أتت أكلها ابتداء من تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية، كذلك مرورا إلى النسخة الثانية للكتاب المدرسي والتي تبقى في المؤسسة والتي شملت ما يربع عن 3 ملايين تلميذ، ووصولا إلى الكتاب الرقمي مؤخرا، والذي يعني نحن متفائلون جدا، وعدد الذين حملوا هذا الكتاب يعد بالآلاف وما يقابلها من عدد مدارس وعدد كبير وكبير جدا، فشكرا للأولياء الذين تناغموا مع هذا المجهود للدولة، وهم الآن يحملون هذا الكتاب على مستوى لوحات وعلى مستوى أجهزة إلكترونية. هذا كله تضافر جهود الدولة مع جهود الأولياء، سيأتي لا محالة إلى الوصول إلى تخلص نهائي من ثقل المحفظة في المدرسة الجزائرية. كذلك من المستجدات رأيت كذلك أنه تم تنصيب ثانوية الفنون، شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري، والآن هناك ثانوية وطنية، ثانوية تعليم عاشي التي هي بها هذه الشعبة بخياراتها الأربعة، خيار الفنون التشكيلية، خيار الموسيقى، خيار المسرح، وكذلك خيار السينما السمعي البصري. إذن كلها مستجدات. المستجد الآخر التربوي الآخر هو أننا كما تعرفون تم التخلي على امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لتعويضه بامتحان آخر، ورأيتم أنه في إعلان امتحانات المدرسية الوطنية لم يتم الإعلان على هذا الامتحان، لأنه لم يصير ولم يصبح امتحان وطني، بل هو امتحان محلي. تخلصنا من الكثير من الأعباء التي كانت تقع على عاتق التلميذ، أعباء نفسية، أعباء تنظيمية، أعباء تربوية، وسيكون هناك امتحان يفي بالغرض المطلوب ويفيد أحسن وأكثر دون ضغط نفسي أو بسيكولوجي على أبنائنا.